مساء الخير، اسمي رأفت العساوي، صاحب المنزل المهدد للهدم، معرض للهدم. المبنى قائم قرابة 21 سنة، تألفت عليه عدة مرات، وانسجنت برضه مرة على المخالفة تبعته، ودفعت مبلغ من المخالفة. وبعد 21 سنة تبين إن رفض انها تدخل في المنطقه اللي انا فيها، تدخل الخارطه الهيكليه، وانما بدهم اياها لمباني عامه. وبقى في اتفاق ان المنطقه اللي انا فيها تستخدم الجزء منها للبلديه للمدارس، وما تبقى يرجع لصاحب الارض. وبناء عليه انا وقتها بنيت، وبتفاجئ ان الشرطه الجماهيريه بتتصل علي ان في عندي قرار هدم من شهر 12، قدمنا عليه استئناف ورفض، وظل وقت تنفيذ الهدم بقى انه قريب عيد شو اسمه رمضان، فتأجل. ويوم الاربعاء اتصلوا علي الشرطه الجماهيريه بدهم يعني اني اهدم البيت، فانا لقيتها صعبه اني انا انفذ الهدم يعني بايدي، فطلبوا مني اني افضي البيت، وانا هني من الصبح بفضي في البيت، يجوا يهدوا وانت بعرفش احد اثنين بعرفش بالضبط. بس الشرطه بلغتني ان البيت جاهز، يبقى جاهز للهدم.